أسس سيادة المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط خدمة الشركة المقدسة وخدمة التثبيت لعدد من أبناء الرعية في كنيسة الفادي الإنجيلية في جبل عمان، وذلك بحضور نائب المطران القس الكانون فائق حداد راعي كنيسة الفادي الذي عبر عن سروره بأن تضم كنيسته في عمان هذا الجمع الحافل. وقد شارك في صلاة خدمة الشركة عدد من الكهنة والشمامسة وشخصيات عامة وحشد كبير من المؤمنين. احنا سمعنا عن اكثر من الاقباط الشهداء اللي في ليبيا تعرضوا من قبل داعش يقتلوهم، ولا رديو ينكر المسيح برغم انه كان طبعا يواجه الموت والقتل، ضلهم ايمانهم قوي. الكنيسه وين كان في اضطهاد وين كان في الم كانت الكنيسه قويه ثابته. احنا اليوم مطلوب منا انه احنا فعلا نهتم بكنيستنا، نهتم بحضورنا، ونحاول انه نكون جزء من هالعيله هذه اللي هي لازم تعطي، لازم تخدم، ولازم زي ما قلتوا انه احنا نطلع على الناس اللي هم اقل حظ منا في الحياه. ليش عندنا اليوم مؤسسات، عندنا مدارس، عندنا محلات للاولاد اللي احنا بنساعدهم، اذا رحتوا على السلط في عندنا اولاد اللي احنا بندير بالنا عليهم، إذا رحتوا عقربد في عنا أولاد، بالزرقاء في كل محل، في ببيروت في كل محل في عنا إحنا رعاية للأولاد للناس اللي هم أقل حظ منا في الحياة. فالجواب على من تقولون أني أنا عن المسيح هذا بضل معكم، ضل معكم، فكروا فيه منيح، بعد شوية بتثبتوا، نصلي وحط إيدي على كل واحد منكم. بس هذا السؤال، ايش بتقولوا انتوا على المسيح هذا لكل واحد منكم؟ روحوا فكروا كل يوم، فكروا ايش انا بدي اكون، من هو المسيح، كيف بدي اعرف عليه، كيف بدي اعرفه. تعرفوه انتوا من خلال حياتكم وخبرتكم الشخصيه، لان كل واحد عندكم له اختباره الخاص. فالسؤال بدي اخليه معكم ومع اهاليكم حتى احنا نفكر من هو المسيح في نظرنا اليوم، من هو المسيح. وانا بصلي لإلكم، صلي لعائلاتكم حتى ربنا يبارككم، نشوفكم إن شاء الله صبايا وشباب، وبالعلم بالمعرفة بالإيمان، إنه الإيمان طبعا مهم كثير بحياتنا، حتى إيمانكم يزداد. ومبروك، واللي بنقول إحنا اللي ابتدأ فينا عملا صالحا يكمله ليوم مجيء ربنا مخلصنا يسوع المسيح، له كل المجد وإكرام وسجود الآن والأبد، آمين. لنصلي، نقف أرجو للصلاة، لنقف جميعا من أجل الصلاة. الرب معكم، ومع روحك أيضا. اللهم القدير الحي الأبدي، الذي جعلتنا نريد ونعمل ما هو صالح ومقبول لدى جلالك الإلهي، إنا نقدم لك ابتهالاتنا الخشوعية لاجل أولئك هؤلاء الذين على مثال رسلك الأطهار، وضعنا الآن يدينا عليهم لنحقق لهم بهذه العلامة إحسانك إليهم وجود نعمتك عليهم، ونبتهل إليك أن تكون يدك الأبوية عليهم دائما وروحك القدوس معهم أبدا، وهكذا اهدهم إلى معرفة كلمتك والإذعان لها لينالوا في الآخرة الحياة الأبدية.
لربنا يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس الإله الواحد إلى أبد الآبدين. آمين.